كام؟ يساوي زيرو. حضرتك فاهمني؟ فاهمني؟ أكمل يعني ولا أحلها؟ ولا تحبني أحلها الديتيلز؟ حلها. تعالى معايا كده. خلي بالك من الأرقام بتاعتها. ده كنت. استنى المنزل. طبعا انا حابب دي حابب دي استنى انا عايز بس اجيبها لك المساله اللي انا بتكلم عليها حب في الممكن تبقى موجوده يعني لان في بعض الحاجات انا مش هحطها استنى انا برضو بعدي ده متخيل ان انت كل ده انت بالنسبه لك ما فيهوش مشاكل شباب بص دلوقتي كده لو انا عايز اجيب الليمت بتاع اكس tends to infinity 4x squared plus 4x plus 5 والكلام ده divided by x squared minus 3 طيب انا عايز اقول الليمت بتاع x tends to infinity بتاع x squared plus 5x والكلام ده كله على بعضه divided by x to the power 3 minus 4x we really need to find the value of the limit x tends to infinity x to the power 5 plus 4x to the power of 3 divided by x squared plus 2 حاجه زي كده. لو انا عايز اعمل كده الليمتس دي. الليمتس دي كلها رايحه لمين؟ بوزيتيف انفينيتي او نيجاتيف انفينيتي. المفروض في النيجاتيف انفينيتي بعمل سيستم اسامبشن عشان ارجعها لبوزيتيف انفينيتي واقدر اشتغل عليه. انا بعديه لان الاثنين زي بعض في الريزلت في الاوفرول ريزلت. معايا مهند؟ طيب هعمل ايه؟ اذا if you have limit tending to infinity just simply divide both numerator and denominator on the highest power in the denominator يبقى اول ما انا ابص على كل يوم انا هبدا بحرق ال highest power in the denominator مين اكبر power في denominator؟ يلا عيش يبقى دي هتبقى limit بتاع x tends to infinity ركزوا قوي معايا x squared divided by x squared بعدين اللي بعديها هيبقى 4 over x اللي بعديها هتبقى 5 divided by mean اللي تحت اللي تحت هيبقى same way like ده هيبقى 1 بعدين negative 3 over x squared مش كده برضه؟ انت في الستيب اللي بعده بتشيل x وبتعمل بيها substitution بمين يا مازن؟ بانفينيتي صح؟ يبقى اذا دي على طول دي هتبقى 4 over infinity يعني معناها الفاليو دي كام؟ ودي زيها بالظبط 4 اوفر انفينيتي سكوير يعني تساوي كتير واللي تحتها سيم وي لايك هتبقى بكام؟ يبقى اوتوماتيك الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي كام؟ على فكره مستني انا ممكن اعمل كده بس تبقى دماغ حاضر اف ان الليمت بتاع الديجري اوف ذا نومينيتور ايكوال الديجري اوف ذا نومينيتور يعني الديجري اللي فوق زي الديجري اللي تحت تيك الكوفيشنت بتاع الهايست ديجري فوق وتحت وتقسمهم على بعض. كده اقدر اوجد الفاليو على طول. بس if this problem came to you in your exam مثلا please try to write it in simple steps. ما تدريش الريزلت على طول. انتوا فاهمين انا بقول ايه؟ المساله دي انا اقدر احلها من غير ما اعمل اي ستيبس. انا اول ما هاجي كده ده extends to me to infinity. ابص على الديجري بتاعت النومينيتور، ابص على الديجري بتاعت الدنومينيتور. الديجري بتاعت النومينيتور 2، الديجري بتاعت الدنومينيتور 2، ماشي؟ خد الكوفيشنتس يا ادهم الكوفيشنت اللي فوق هنا بكام؟ والكوفيشنت اللي تحت بكام؟ يبقى 1 على 1 نزلت، انا عرفته. معايا؟ خلاص اهو سهل جدا. بس دي مش تنفع تعملها في امتحان. امال اعمل ايه؟ انا خلاص اسمع كده لو انا بحل ده في امتحان لازم يا ربايع انا كتبت دي اروح قايل ان الكلام ده بيساوي انفينيتي اوفر كام؟ بعدين اروح كاتب ده واعمل الديفيجن اللي قدام مني بعدين ما اديله لسبب لانك لو ات ذا ورست كيس سيناريو غلط رحت قايل الليمت دي بتساوي 1 اولا انت هتحطني في حرج يعني هيديلك الريزلت يعني هيديلك الفاينل انسر واضحه؟ بعدين لو انت اخطات انا مش عارف دي حاجه فلازم تديني ستيبس عشان اقدر اديك عليها درجات، فاهمني يا مهند؟ وبرضه تامن ان لو حصل مشكله اعرف ادي حاجه. لو جيت على اللي جنبها بعمل اسامبشن عشان اخليها ترجع تاني تبقى بوزيتيف انفينيت.
اعمل كده. لكن انا مش هعمله لان الريزلت هتبقى هي هي. واضح؟ يبقى اقسم برضه على اعلى باور زي ما انت شايف. ايوه يعني اعمل برضه نفس ايكوال نيجاتيف انفينيتي اوفر نيجاتيف انفينيتي. هتبقى نفس الكلام بالظبط. مفيش اي مشكله خالص خالص. تمام؟ طب اللي جنبها؟ اللي جنبها حد تقدر تصبح كريتيف انسر على طول؟ احمد. اللي جنبها دي مساله دي اقدر تصبح كريتيف ريزلت على طول؟ هو الديجري بتاع الدينومينيتور بكام؟ اعلى اكس الباور بتاعها بكام؟ فوق فوق اكبر اكس الباور اكبر باور بكام؟ 2 اكس سكوير. طيب الدينومينيتور اكبر باور بكام؟ اكس باور 3. لو حصل ان الديجري بتاعت الدينومينيتور لذان الديجري بتاعت الدينومينيتور الريزلت ويل بي زيرو. ناخدها ستيبس نفس اللي انا عملته. هكس فوق وتحت على اكبر فاليو موجوده في الدينومينيتور. لو انا كنت عملت كده يبقى ده معناها على طول دي عباره عن 1 ديفايدد باي اكس اللي جنبها 5 ديفايدد باي اكس سكوير اللي تحتيها تبقى 1 اللي بعديها تبقى نيجاتيف 4 اوفر اكس سكوير. وادي الليمت بتاعت اكس تنس تو انفينيتي هتلاقي الفاليو بتاعتك دي الدينومينيتور ب 0 والدينومينيتور ب 1 وبالتالي الريزلت بتاعك هيطلع بكام؟ اللي تحصل. طيب الحالة الثالثة والأخيرة مفيش حالة تانية. لو النومينيتور ديجري از جريتر ذان الدينومينيتور ديجري في الوضع ده على طول هتبقى الفاليو بتاعتك اللي بيجي لك الانفينيتي بيجي لك الانفينيتي. لأنك لو جيت تعمل ديفيجن على أكبر باور في الدينومينيتور هيبقى الباور بتاع النومينيتور أكبر هيبقى دي اكس باور 3 صح ولا لا؟ اكس باور 3 لما تيجي تحط الانفينيتي هتجي لك الانفينيتي. فيبقى إذا ده الأمر فاهم على طول هيجي لك الانفينيتي. تمام يا شباب؟ طب دي نعمل ده برضه ستيبس مش هتعرف تعمل حاجه ثانيه لان الدينومينيتور طبعا لو فرقناها فرقناها ستيبس يعني نفس الكلام يعني طبعا مستبعده ان انا اجيب لك حاجه زي كده بس جاست ان كيس انت عرفت يعني برضه هروح قايل ان ده النابل بتاع الاكس اللي هي تنس تو انفينيتي الاولاني ده هيبقى اكس تو ذا باور 3 اللي بعديها دي هتبقى 4 في اكس في حين ان ده 1 الكلام ده 2 ديفايدد باي اكس سكوير لما بعمل سبستيوشن النومينيتور بيساوي انفينيتي النومينيتور 1 يبقى اسم القيمه بتاعتك انفينيتي. معايا؟ المفروض ان كل البروبلمز اللي موجوده عندك دي او المجموعه الست الاولانيه دي كلها انت عارفها. يعني كل ده انت خدته قبل كده. دول فيهم شويه حركات. فيهم حركات السله زياده. طبعا لما تيجي تبص على 1 ماينس كوزاين اكس اوفر اكس دي بتعتمد او كل التريجنومتري اللي بالشكل ده بيعتمد على الايدنتيتي. في عندك ايدنتيتي بتقول ان لو انا عندي الليمت بتاعت اكس تنس تو زيرو ساين اكس اوفر اكس الكلام ده الريزلت بتاعته بتساوي 1 ده له بروف. اوكي بس احنا بنستخدم النظريه على طول بنستخدم الفيموس اكسرسايز ده. مهند تاني لو انا عندي ليمت اكس تنس تو زيرو ساين اكس اوفر اكس الكلام ده بيساوي كام على طول؟ بيساوي 1. ده يبقى ريفرنس ليا لو انا حليلي لو انا عايز احليلي لو انا جيت اعمل اولا سبستيوشن هنا الاقي 0 باي 0 مش تنفع. لو انا جيت اعمل سبستيوشن هيبقى 1 ماينس كوساين 0 ل 1 يعني الكلام ده بيساوي 0 ديفايدد باي 0. طيب ازاي بقدر اوجد الفاليو بتاعته؟ فاليو سهله قوي. اروح جاي ايه الكلام ده بيساوي ادي الليمت بتاعت اكس تنس تو 0 ده 1 ماينس انا عايز اشيل كوساين وعايز اشوف ساين عشان اقدر استخدم اللون اللي حضرتك شايفه فوق ده. هو كوزاين اكس استجمع على القوانين اللي موجوده في دماغك، القوانين اللي انت خدتها. الكوزاين اكس اقدر اجيبه with respect to sign او by sign definition اقدر اشيل كوزاين اكس واحط مكانه 1 minus 2 sin square x over 2 اقدر اجيبه. يبقى انا هنا على طول هقول 1 شيل كوساين وعوض ب يبقى ده 1 ماينس 2 ساين سكوير اكس اوفر 2 الكلام اللي انت شايفه ده كله ديفايدد باي مين؟ ديفايدد على اكس. طبعا ده 1 ماينس ماينس هيبقى بوزيتيف التو فاليوز دول يشيلوا بعض. لو انت جيت تعمل هنا ده ليميت اكس تنس تو 0 وعندك هنا ده 2 والكلام ده ساين سكوير بتاع اكس اوفر 2 وديفايدد باي اكس لو بتعمل سبستيوشن يبقى 0 اوفر 0 مش ينفع. لكن خلي بالك انا ده ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن اخليه بالشكل
tends to 0. Sine x over 2 divided by x over 2 times limit x tends to 0 بتاع الساين بتاع x over 2. هل ينفع اعملها؟ هل ينفع اعملها؟ اه ينفع طبعا. لان زي ما انت شايف دي ساين تو ذا باور اوف 2 اقدر اخليها ساين تايمز ساين. والكلام ده ديفايدد باي اكس خليت الاكس واحده فيهم. طبعا انا عارف ان النومينيتور اوف النومينيتور از النومينيتور. يعني اقدر امثل دي تحت. بص كده هتلاحظ ان القانون ده زي ده بالظبط. القانون بيقول ساين الانجل ديفايدد باي الانجل لو هي 0 اوفر 0 اقدر اقول عليها بعض. يبقى القيمه دي كلها على بعضها بتساوي 1. طيب ده ساين اكس اوفر 2 ديفايدد باي 1. ملوش دينومينيتور ما عندكش دينومينيتور يعني معناها دينومينيتور 1. لو انا جيت اعمل فيه سبستيتيوشن هيطلع الفاليو دي كلها على بعضها بتساوي كام؟ بتساوي 0. 0 تايمز 1 الفاليو دي على بعضها هتساوي كام؟ هتساوي 0. يبقى انا جبت الريزلت بتاعي. انا هقف معاك لغايه هنا لان ملاحظ ان الناس ما شاء الله يعني في البطاطس. بس قبل ما اسيبك خلي بالك ده بيشتغل على القانون بتاع التريجنومتري اللي انا اديته لك من شويه. ده بيشتغل انك هتقسم فوق وتحت على اعلى باور موجود في الدينومينيتور ده اسمها بي سي. اللي موجود قدامك ده انا ده بيشتغل على قانون باينوميال هتلاقيه موجود عندك هتلاقيه موجود عندك في السولوشنز. ده بيساوي 4 اوفر 5 اي تو باور و4 ماينس 5. عادي. لها دور لها دور لها قانون عندنا قانون كامل بيقول لك. طيب لو بصيت على دي دي هتبقى 1 بلس 0 تو ذا باور اوف انفينيتي. الكلام ده هيساوي اي تو ذا باور اضرب الاثنين دول في بعض. معايا؟ طبعا مش هتفرق اذا كنت انا كاتب لك بوست باي اوفر 2 او نيجاتيف باي اوفر 2. كفايه عليك كده هقابلك المره اللي جايه ان شاء الله. كان نفسي كمان فعلا كنت اتمنى اخلص الليمتس دي النهارده عشان المره اللي جايه اشتغل دريفيتيف. ابدا اخش في التفاضل. لكن انا هستنى يوم السبت لما ربنا اراد واحد عم صلي يوم الاحد يوم نيكست ليكتشر اتس جونا بي اون ساندي. ارجوكم لغايه لما انت تيجي حاول تراجع شويه الحاجات دي. لان عايز اعدي على الليمتس دي بسرعه وغالبا هدي لك امتحان بسيط على الجزء بتاع الفانكشنز والليمتس. شكرا لكم جدا اتمنى اشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا.